أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، وقوله في الدعاء للمريض لا بأس طهور إن شاء الله؟ من باب الإخبار، من باب الإخبار والتفاؤل، من باب التفاؤل. لا بأس طهور إن شاء الله من باب التفاؤل، وإن شاء الله تأتي أحيانا للتعليق وليست مرادة هنا، وتأتي أحيانا للتبرك وتأتي للتحقيق وهي المراد هنا، إما أنها للتحقيق وإما أنها للتبرك. نعم، أما أنها للتعليق فلا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.